ما النصائح التي توجهها للمشجع المصري؟ أعتقد أنهم لن يأتوا فقط لمشاهدة المباراة، وسيكون لديهم الفرصة للتعرف على المدينة الرائعة الجميلة. ربما يكون لديهم الوقت لزيارة المعالم السياحية الأخرى. أما بالنسبة لداخل الاستاد سيشعرون بالراحة، فمشاهدة المباراة من أي زاوية في الاستاد جيدة جدا، وكل مكان وفقا لسعر تذكرته، لكن الرؤية جيدة من أي مكان في الملعب بحسب مشجعين زينت.